ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في سابقة هزت مشاعر المسلمين أخلت السلطات السعودية يومه الخميس الكعبة المشرفة بالحرم المكي من الحجاج والمعتمرين لأول مرة تخوفا من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل. ووفق موقع اليوم السابع المصري، فقد تداول رواد تويتر فيما بينهم صورا ومقاطع فيديو للحرم المكي وهو فارغ، مؤكدين أن المشهد للحرم وهو فارغ مهيب وتقشعر له الأبدان، حيث قال أحدهم: منظر الحرم وصحن المطاف وهو فاضي مهيب ويقشعر البدن. وقال آخر: موجع للقلب أن نرى ساحات الحرم المكي والنبوي خالية في مشهد لم نعتاد رؤيته، حفظ الله المملكة ومن عليها. وغرد آخر: ما هزني منظر في حياتي قط كما هزني منظر الحرم خاليا من الطائفين حول الكعبة، ما كنت أتصور أن أرى الحرم المكي بهذا المنظر يوما. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس الأربعاء عن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين على أراضيها مؤقتا في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأماكن المقدسة التي تشهد تدفقا للحشود البشرية. لا إله إلا الله. هذه يا مشايخ لحظات للتاريخ، تم إخلاء الصحن في يوم الخميس الموافق 10 رجب 1441 5 مارس 2020. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.